السلام الله عليكم وبركاته. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. دعت مؤسسة المعارضة إلى الشروع في حوار جديد بموريتانيا بمشاركة كل الأطراف الفاعلة من أجل خلق جو يمكن من تكريس التناوب السلمي على السلطة بدل احتكارها، يسمح بالانتقال من دولة الفرد المتحكم إلى دولة المؤسسات. قالت المؤسسة خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط إن التعليم يمر بأسوأ مراحله، حيث شهد تراجعا كبيرا في أداء المنظومة التربوية ونسب النجاح رغم إعلان الحكومة عن سنة للتعليم خلال الفترة الماضية. نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني يوما للإعلام والتبادل مع شركائها في التنمية. تهدف المفوضية من خلال هذه التظاهرة إلى التعريف بمهامها وخطط عملها للسنة الحالية مع عرض البرامج التي تنوي إنجازها في المستقبل مع شركائها في التنمية. نظمت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين بالشراكة مع مؤسسة هانز دايلد الألمانية ندوة تحت عنوان ضمانات المحاكمة العادلة، وتأتي هذه الندوة حسب القائمين عليها لوضع استراتيجية واضحة لضمان محاكمات عادلة. طلب العشرات من سكان مقاطعة باركاي والرئيس محمد العبد العزيز بتحويل المقاطعة إلى ولاية لما تتوفر عليه من مقدرات وكم بشري ودور تنموي وحاجتها للعناية في التنمية الاقتصادية. طالب تجمع من النساء تظاهرن أمام القصر الرئاسي في نواكشوط السلطات بالعمل على إرجاع أرض لليتامى، قلنا بأنه تم مصادرتها من قبل نافذنا في السلطة قرب مستشفى الشيخ زايد بمقاطعة دار النعيم. يمكنكم مشاهدة كرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6 نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.